أسعد الله أوقاتكم. في إطار التفاعل مع مقترحاتكم بتغيير المواضيع والانفتاح أكثر على موضوعات سياسية وتاريخية وثقافية وسينمائية، يسعدني أن أقدم مجموعة من المواضيع وأن أتفاعل بشكل إيجابي مع هذا المقترح. بدءا بسيرة الكاتب الهندي الكبير تاغور، رابندرا تعني باللغة البنغالية الشمس المشرقة. هذا هو الاسم الذي أطلقه والد تاغور، والذي ولد في 7 ماي 1881 في مدينة كولكوتا الهندية من عائلة متأثرة بالصوفيات. تربى تاغور في بيئة من طبقة البراهمة النبيلة على الآداب والشعر والتصوف، ومن عائلة ثرية، يعني غدق العيش وبحبوحة العيش كما يقال. استجلب والده معلمين، يعني من هنا صار أن ينتمي إلى عائلة غنية جدا. استجلب والده معلمين ليدرسوه في البيت، كما اصطحبه معه في رحلاته من إحداها بجبال الهيمالايا. كانت هذه الرحلات أفقا لفتح باب التفكير والتأمل لدى طاغور الطفل، ليرى الطبيعة البكر التي جعلته يسمو بخياله. تتابعت من طبيعة الحال الحالات النفسية لطاغور الطفل بموت والدته، وكذلك بوفاة زوجته الصغيرة التي تزوجها وعمرها 13 عاما وأنجبت له 4 أطفال، فاختزنت روحه ندوبا نفسية انعكست في كتاباته وأشعاره. أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسة القانون، لكن نفسه كانت تنزع دائما نحو الآداب والفنون، فعاد سنة 1880 دون شهادة. وابتداء من سنة 1890 أصبح الوصي على أملاك العائلة وعقاراتها وأملاكها، فأنشأ سنة 1901 مدرسة سماها مرفأ السلام، واختار لها مكانا في قلب غابة بكالكوتا ليتيح للطلاب فرصة التأمل بسلام. أصدر أول ديوانه الشعري أغاني المساء سنة 1877، ثم ديوانه الشعري أغاني الصباح. فكتب طاغور في شتى الأنواع الأدبية، كما سافر إلى بقاع مختلفة من بقاع العالم، والتقى بشخصيات مرموقة وكبيرة، وعاد إلى لندن سنة 1912. لكن في سنة 1914 حصل على جائزة نوبل للآداب. من طبيعة الحال كان طاغور مناصرا للحريات الدينية والدعوة إلى السلام. اتسمت قصصه ورواياته بواقعية كبيرة تعبر عن هموم الإنسان وعلاقاته الاجتماعية، وهجم فكرة الإجماع على كل شيء واعتبرها عملا باطلا. كان يعتقد طاغور من خلال فلسفته أن البعث الجديد سيأتي من الشرق، وأن الحضارة لابد أن تقوم بروح، يعني بروح آتية من الشرق تعتمد الروحانيات وتزيح الماديات. نظر إلى العالم يعني أنه غير منفصل الأجزاء، وأنه يشكل وحدة مع الله. الله الكائن في المادة وهي كائنة فيه، فالله ليست ذاتا منفصلة. شحبت الشمس المشرقة أو رابندرا وآلت إلى الغروب في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، وهكذا
توفي طاغور أعظم كاتب ومفكر وصاحب فلسفة روحية هندي في 8 أغسطس 1941، داعيا إلى السلام وإلى التأمل وإلى التصوف وسط نيران الحرب العالمية الثانية في عالم جديد يرتكز على القوة والسيطرة والعنف. نأتي على نهاية حلقتنا، شكرا لاقتراحاتكم ولتعليقاتكم ويعني لمقترحاتكم، وإلى حلقات متجددة بحول الله. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعمنا في القناة، كل المحبة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.